السلام عليكم، معكم أخوكم عبد العزيز المريخي من الهيئة العامة للطيران المدني. التحقت بالعمل للهيئة العامة للطيران المدني في سنة 2000 شهر 11، وكانت بدايتي في مطار الدوحة لمدة 10 سنوات، وبعدها انتقلت إلى مطار حمد لمدة 5 سنوات، وحاليا أعمل في إدارة مطار الخور كمفتش شؤون مطارات. تم إنشاء مطار الخور في 1997 وتم تفعيله في 2004، والغرض منه كان خدمة وتدريب الطيارين في كلية الطيران. حاليا المطار يخدم سلاح الجو، خفر السواحل، نادي الطيران، الإسعاف الطائر وهليكوبتر الخليج. تقام على مطار الخور كثير من الفعاليات، منها بطابط قطر مايل وملتقى الطيران الذي يقام سنويا ويحضره كثير من الزوار من دول متعددة. ترتكز وظيفة مفتش شؤون المطارات في مطار الخور على عدة مهام، منها الإشراف والمراقبة اليومية ورفع تقارير لإدارة المطار للتلافي أي مشاكل مستقبلا. نقوم بالإشراف على الوحدات المتوفرة والمباني الموجودة على مطار الخور من برج مراقبة إلى إطفاء إلى ساحة الطيران. نقوم أيضا بالإشراف على ساحة الطيارات ومدرج الطيران والتأكد من أنه بكامل جاهزيته وأن لا توجد به مشاكل تؤثر على سلامة الطائرات والطيارين. طبعا هوايتي هي الطيران، وطبعا هالهواية تميت أمارسها من بداية 2015 لحد الآن، في رصيدي الحمد لله 90 ساعة ومستمر إن شاء الله على هالهواية. الهواية هذه ما هي حكر على الطيارين، فأنا موظف في هيئة الطيران، مع ذلك أخذت كورسات وتدربت والحمد لله حصلت الليسن للطيران. الهواية هذه حلوة وممتعة، لكن في نفس الوقت بعد فيها خطورة، فالإنسان لازم يمر في مراحل ودراسات ودورات لين تكتمل عنده الصورة كاملة فيقدر يمارسها بكل أمان. طبعاً عندنا في الطيران نمر بمراحل اللي هي أولها تشوف حالة الطقس، نتأكد أن حالة الطقس سليمة لممارسة هالهواية وما في أي خطورة. بعدها نبدأ مرحلة البري فلاين اللي هي تشيك على أوراق الطيارة وسلامة الطيارة وآخر فحص تم على الطيارة، وتسلم أوراقك من ليسن من لوك بوك للإنستركتر اللي هو بدوره يقوم بإرشادك أو تعليق إذا كان يحتاج أو أي مساعدة أنت محتاجها. بعدها نروح إلى المرحلة الثالثة اللي هي تشيك على الطيارة وتأكد أن الطيارة صالحة للطيران وما في أي مشاكل تعيق الطيارة. نقوم بالمرحلة الأخيرة بأخذ الإذن من البرج ونقوم بالاتصال بهم وإعطاهم الديتيلز كامل للموجودين على متن الطيارة ونوع الطيارة اللي راح تطير، وهو بدوره يسمح لك إن شاء الله بالطيران.